بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الدارسين في استكمال مقرر مادة إدارة الإعلان والترويج شعبة كريدت عربي المستوى الثالث. هنتكلم عن الموضوع الرابع بعنوان سيكولوجية الألوان. أول حاجة هنشوفها اللي هي ألوان الدرجة الأولى، ودي بتتكون من 3 ألوان أساسية اللي هو اللون الأحمر والأصفر والأزرق. هذه الألوان سميت بالدرجة الأولى لأنه لا يمكن اشتقاقها من بعضها البعض. بعد كده بنروح إلى ألوان الدرجة الثانية، وألوان الدرجة الثانية دي عبارة عن اللون البرتقالي والبنفسجي والأخضر، والبرتقالي هو عبارة عن جمع لونين الأحمر والأصفر، والأخضر عبارة عن جمع لونين اللي هو الأصفر والأزرق، والبنفسجي عبارة عن اللون الأحمر واللون. بعد كده هتلاقي حضرتك عندك ألوان الدرجة الثالثة اللي هي بتتكون من جمع لونين متقاربين على دائرة الألوان. يعني هنشوف مع بعضينا كده اللون الأحمر واللون البرتقالي بيدونا لون في جزء أحمر جزء برتقالي. نفس القصة بالنسبة للون البرتقالي واللون الأصفر، بيديني جزء من الأصفر وجزء من البرتقالي. خلي بالك انه اللون الاسود ده بيشتق من الوان الدرجة الاولى اللي هي الاحمر والاصفر والازرق. طبعا التصميم المتوازن من الالوان ده بيبقى عبارة عن استخدام الالوان الاساسية الثلاثة بنسب متساوية. تعال نشوف مع بعض مثال كده ونشوف انه عندي تصميم مكون من الألوان التالية اللي هو الأحمر والأزرق والبرتقالي والأخضر اللي هو الـ R والـ B والـ C والـ O. هل التصميم ده متوازن ولا لا؟ عشان نعرف إذا كان متوازن ولا لا لازم نحلل الألوان إلى أساسها. فهنشوف الأحمر هو أحمر، الـ R بيساوي R، والـ B هو الـ B، الأزرق هو الأزرق. أما الجرين فهو عبارة عن لونين اللي هو اليلو والبلو، الأصفر والأزرق بيديني أخضر. الأورنج اللي هو الأو عبارة عن اللون الأحمر زائد اللون الأصفر. نعد بعد كده وحدات الألوان الأساسية، هنجد إنه في عندي لونين أحمر واتنين أزرق واتنين أصفر. إذا هذا التصميم متوازن لأنه الألوان الثلاثة الأساسية بنسب متساوية. في تمرين عند حضرتك هتفكر في تصميم مكون من الألوان الـ O والـ Y والـ G والـ B، فهل هذا التصميم متوازن ولا غير؟ للألوان دلالات، لازم هنا رجل التسويق يفهم إنه كل لون يعني معنى معين لدى المستهلك. معظم مثلا مطاعم الوجبات السريعة بتستخدم في ديكوراتها الألوان الأحمر اللون الأصفر، وده دلالة على إنه نشجع العملاء على تناول الوجبات السريعة ومغادرة المتجر بشكل سريع لتجنب الزحام. بتستخدم الألوان الأحمر والأسود مع بعضهما في أغلفة وعبوات الفيتامينات على أساس إنه دي دلالة عن الحركة والنشاط والإثارة. لاحظ حاجة إنه اللون الأحمر مثلا ده دلالة على الإثارة والقوة والمغامرة، لذلك شركة كوكاكولا بتستخدم مثلا اللون الأحمر، وده عشان تخبر عملائها بأن منتج الكوكاكولا هو منتج الطاقة والمرح والإثارة. تجد حضرتك مثلا اللون الأصفر ده بهجة وسعادة وتسلية وتفاؤل، شركة ماكدونالدز بتستخدمه على أساس إنه بيوحي بالمرح والسعادة، ومعظم الأطفال يحبون ماركة ماكدونالدز لأنها تستخدم اللون الأصفر. اللون الأزرق دلالة على الوقار والنجاح والهدوء والثقة، لذلك معظم المؤسسات المالية بتستخدم اللون الأزرق في إعلاناتها كي تقنع عملائها بأن هناك ثقة في المعاملات المالية. اللون الأسود دلالة على
الرسمية والأناقة والفخامة والجدية. عشان كده معظم الشركات الكبرى بتستخدم الزي ذو اللون الأسود لموظفيها كدلالة على الهيبة أمام موظفيهم. شركات إنتاج السيارات بتستخدم اللون الأسود في السيارات ذات العلامات الشهيرة دلالة على الفخامة كي تجذب إليها أصحاب الدخول المرتفعة. موضوع رقم 5، خلي بتصميم الإعلان. وتصميم الإعلان هنا مهم جدا إنه حضرتك تبقى فاهم إنه كلمة تصميم يبقى تنسيق أجزاء الإعلان داخل إطار الإعلان. بنعمل إيه بقى هنا؟ بنقسم الأجزاء بتاعة الإعلان اللي هي زي مثلا الصورة، العنوان الرئيسي، العنوان الفرعي إلى آخره داخل إطار الإعلان. هذا هو المقصود بكلمة تصميم الإعلان، تنسيق أجزاءه داخل إطار الإعلان وتوضيح مكان كل عنصر من هذه العناصر. الهدف من التصميم جذب وإثارة انتباه العميل، التركيز على أجزاء معينة في الإعلان، توجيه حركة العين من جزء إلى جزء، التيسير على القارئ في استيعاب الإعلان. التصميم الخاص بالإعلانات المطبوعة في الصحف بيمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى إنك حضرتك بتعمل تصميم في شكل مسودة، حاجة نموذج مصغر لما سيكون عليه التصميم النهائي. بعد كده التصميم الأولي، يبدأ المصمم هنا يفكر في مكان كل عنصر من عناصر الإعلان داخل إطار الإعلان ويدخل تعديلاته المختلفة. والتصميم الأولي ده في غاية الأهمية لأنه بعده ننتقل إلى التصميم النهائي مباشرة، فلا بد أن يتحرى مصمم الإعلان الدقة في مرحلة التصميم الأول. التصميم النهائي هو معناها أن الإعلان يظهر بشكله الحقيقي للجمهور. خصائص التصميم الفعال: التوازن. ويقصد بالتوازن أنه حضرتك بتقسم عناصر الإعلان بشكل متساوي على جانبي المركز البصري، لأنه الحقيقة في نوعين من التصميم. في تصميم متوازن، ده بيوحي بالبقاء بالوقار والمظهر المقبول والبساطة، وده بيستخدم في إعلانات مثلا عن معارض لبيع الكتب، معارض لبيع أجهزة الحاسب. في تصميمات غير متوازنة، ودي بتوحي بالحركة والحيوية والنشاط، ودي بتركز على نقاط معينة دون غيرها في الرسالة الإعلانية زي إعلانات أدوات التجميل والملابس وغيرها. بص كده حضرتك للشكل اللي على إيدك اليمين، هتجد إنه إطار الإعلان واخد شكل مستطيل. في المنتصف هتلاقي عندك ده المركز الهندسي. لو بصينا على الشكل اللي على اليسار هتجد إنه المركز البصري بيعلو المركز الهندسي. معناها إيه؟ معناها إنه لما أجي أركز على نقطة معينة أو ميزة معينة في الإعلان يجب أن تكون في المركز البصري، لأنه هو ده اللي بياخد أو بتتجه إليه أنظار المشاهد. التناسب، ومعناها إنه نعطي مساحة لكل جزء حسب أهميته داخل إطار الإعلان. فإذا كانت الصورة تحتل المكانة الأولى في الإعلان تخصص لها مساحة تتناسب أهميتها، وإذا كان العنوان الرئيسي هو أهم جزء في الإعلان يجب أن تخصص له مساحة تتناسب مع أهميته. التضاد، ويعني إن حضرتك تستخدم نوع من التوزيع النسبي لعناصر الإعلان بحيث يعكس الأهمية النسبية لهذه العناصر. تنسيق محتويات الإعلان، ويمكن يتحقق التضاد بتغير الإعلان من شكله وحجمه وألوانه واتجاهه.